ينضم إلينا مراسلنا محمد زاوي من كييف. محمد، تطورات كبيرة على الميدان، كل هذا يصب فيما تقول عنه القوات الأوكرانية بأنه الهجوم المضاد، كيف تبدو الصورة ميدانيا محمد؟ نعم، تفاعلات هذه التطورات تبدأ في الجبهتين الشرقية والجنوبية محمد. وفق تصريح الجيش الأوكراني، وحداته تمكنت من تحقيق نجاحات يصفها بالجزئية، خاصة في اتجاه ميليتوبل وبالضبط في بلدة روبوتنا. في محور هذه البلدة استمرت الاشتباكات خلال الساعات الماضية. الجيش الأوكراني يقول بأنه حقق نجاحات جزئية ودفع القوات الروسية بالتراجع، مع التأكيد على أنه واصلت أن الوحدات الأوكرانية تواصل هجومها المضاد على طول هذا الخط، الذي يعتبر من أهم ربما الخطوط في إطار الهجوم الأوكراني المضاد. النجاحات الأخرى التي تحقق أو تحدثت عنها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية هي ما يحدث في جنوب باخموت، خاصة بالقرب من بلدة كليشيفكا وأندرييفكا، اللتين استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليهما قبل أسابيع. كانت هناك محاولات روسية ربما لأخذ زمام المبادرة واستعادة تلك المواقع التي فقدتها، لكن هذه الهجمات باءت بالفشل وفق ما تقول الرواية الأوكرانية. من الملاحظ محمد هو زيادة الاشتباكات أو وتيرة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية خلال الساعات الماضية، بمعدل يزيد عن 15 اشتباكا بالمقارنة مع اليوم السابق. لكن محور هذه الاشتباكات لم يتغير، الحديث طبعا عن باخموت، عن أفدييفكا، عن شختار وعن مارينكا، تقريبا هذه مركز الاشتباكات الرئيسي في الجبهة الشرقية بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية، ما يجدر الإشارة إليه ربما هذه التوقعات المحتملة بزيادة التوتر في محور ليمان كوبيانس في مقاطعة خاركيف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار خط الجبهة في تلك المنطقة وسط تعزيزات أوكرانية متزايدة إثر المخاوف من أن القوات الروسية تستعد لهجمات كبيرة خلال الفترة المقبلة. بالنظر إلى المعلومات الاستخباراتية التي أوردها الجانب الأوكراني من أن القوات الروسية دفعت بوحدات هجومية جديدة إلى ذلك المحور في محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية في تلك المنطقة. الصورة على العموم هناك قصف وقصف متبادل كما كل يوم على طول خط الجبهة. الجانب الأوكراني يقول بأن القوات الروسية شنت عشرات الغارات الجوية وكذلك الصاروخية سواء على مواقع الجيش الأوكراني أو مناطق مأهولة بسكان محمد. شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد زاوي، كنت معنا من كييف، شكرا لك.